طيب انت عملت فيديوز عن حياة الآسيويين والسوريين والأفارقة في مصر، ايه مظبوط الحاجات مظبوط. الغريبة اللي شفتها في حياتهم وهم في مصر؟ والله هي مش حاجات غريبة، يعني أنا أصلا كان هدف من إن أنا بدأت السلسلة ديت إن أنا كنت عايز أتعرف أكتر على ثقافتهم وعلى عاداتهم وتقاليدهم، لأن دايما كنت بشوف مثلا الطلاب الآسيويين أو الأفارقة عموما اللي عايشين جوه مصر بشوفهم موجودين بكثرة، فكان بيبقى عندي فضول إن أنا أعرف أكتر عن حياتهم أو ليه هم اختاروا مثلا إن هم يكونوا موجودين في مصر. الفكرة مثلا في الآسيويين اللي عايشين في مصر ان هم اما انا قربت منهم وعرفت اكتر عن حياتهم، هم دايما متعاونين مع بعض وجنب بعض جدا ومجتمعين على ان هم يكونوا موجودين في مصر بهدف اساسي هو التعليم، يعني هم يتعلموا في الازهر الشريف. فكانت دي حاجه كويسه، يعني حاجه مشرفه ان يبقى الناس من خارج مصر من دول تانية كتير يبقوا اهميتهم ان هم يجوا يكملوا تعليمهم في مصر او يتعلموا من الازهر، فدي كانت حاجه كويسه جدا ان انا يعني اكتشفتها. طبعا، بس هل عاداتهم وتقاليدهم بتكون مختلفة عننا؟ نوعية الأكل اللي بياكلوه بيتعاملوا إزاي؟ مختلفين عننا شوية؟ هم ممكن هم مختلفين عننا كتير، يعني على سبيل المثال الاسيويين في الفطار بتاعهم اساسي او اغلب انواع الفطار عندهم بتلاقي في الفطار فيه رز مثلا، فدي حاجه غريبه عننا احنا جدا. شويه، احنا تلاقي فول وطعميه وحاجات زي كده، لكن هم بالنسبه لهم الفطار مثلا مختلف، حتى الوجبات الغداء والكلام ده انواع طريقه اعداد الاكل ذات نفسها مختلفه، بس هم يعني حتى وهم موجودين في مصر هتلاقي موجود مثلا مطاعم بتقدم لهم نوعيه دي من الاكل، يعني هم مش ما عندهمش ازمه في القصه دي خالص، هم موجودين هنا. هل الجنسيات دي بتكون محافظة لسه على شكل حياتها اللي متعودة عليه ولا بيتغير لما بيجوا على مصر؟ هو بيبقى محافظين على الشكل بتاع حياتهم عادي بس متأثرين بالثقافة المصرية، يعني برضو زي ما هم مثلا بتلاقيهم في نوعية الفطار اللي بياكلوه في نوعية الأكل اللي بياكلوها، برضو هتلاقيهم برضو بيجربوا فول والطعمية وعايشين زينا احنا عادي جدا ومتعاملين ومبسوطين وزي الفل.